من إثيوبيا نبدأ جولتنا شرق إفريقيا، حيث كتب ذا إثيوبيان هيرالد أن إثيوبيا تطمح لأن تصبح نموذجا لتنمية المياه وإنتاج الطاقة في شرق إفريقيا. وأشارت الصحيفة نقلا عن وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليتشي بيكيلي إلى أن إثيوبيا تريد أيضا توحيد الجهود مع الدول المجاورة من أجل تحقيق مشاريع مشتركة لإنتاج الطاقة. وتشير الصحيفة إلى أن إثيوبيا تخسر مليارات الأمتار المكعبة من المياه كل عام، حيث يعاني غالبية السكان من ندرة المياه. أما في رواندا، ركزت صحيفة نيو تايمز اليوم اهتمامها على علاقة التعاون بين رواندا وتنزانيا، مؤكدة أن قادة البلدين أعربوا يوم الخميس عن استعدادهم للارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستوى أعلى. أما في كينيا، اهتمت الصحف اليومية الرئيسية بتعيين الرئيس أورو كينياتا ل34 قاضيا في محكمة الاستئناف والمحكمة العليا. وفي مقال بعنوان أورو يرفض تعيين القاضيين جويل جوجي وجورج أدونغا في محكمة الاستئناف، أشارت صحيفة كينيانز كو إلى أن الرئيس رفض تعيين القاضيين المعنيين بحجة أنهم كانوا من بين القضاة الخمسة الذين أعلنوا مبادرته بناء الجسور غير دستورية وباطلة.